مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي تكنو نايل، اهم اخبار التكنولوجيا حول العالم وفي مصر. من اهم مواضيعنا النهارده، الشباب المصري ما زال يذهل العالم واختراعات جديده تصب في مصلحه المواطن العادي. هذا هو حوارنا اليوم مع واحد من فريق مصري من الشباب اخترعوا فلتر من الفخار لتنقيه الملاءه، وتم تجربته في احدى القرى في المنوفيه. قبل ما ندخل على حوارنا، اسمحوا لنا ان احنا نخرج نشوف راب سريع مجموعه من اهم اخبار التكنولوجيا على مستوى العالم خلال اسبوع. تعمل شركة جوجل دائما على إضافة لغات جديدة إلى تطبيق لوحة المفاتيح التابع لها جيبورد، حيث أضافت الشركة مؤخرا 60 لغة جديدة، والتي يأتي على رأسها دعم اللغة القبطية إضافة إلى عدد من اللغات الأخرى، حيث يتم الآن طرح الإصدار الجديد بجميع لغاته الجديدة على متجر بلاي، فيما تعتبر هذه أول مرة يتم فيها إضافة الحروف القبطية بشكل رسمي للوحة مفاتيح افتراضية، حيث سيتمكن مستخدمو جيبورد من الكتابة باللغة القبطية، فيما تستخدم اللغة القبطية في الكنائس المصرية، وهي لغة خاصة بأقباط مصر، إلا أن استخدامها تراجع في الحياة اليومية بشكل كبير، وقد ظهرت الحروف القبطية في عام 200 قبل الميلاد، وهي تتألف من 32 حرفاً معظمهم يوناني الأصل، فيما عدا 7 حروف من أصل ديموطيقي. أكدت تقارير صحفية أن العلماء في الصين يستكملون بناء مفاعل نووي حراري من نوع جديد يطلق عليه اسم الشمس الصناعية، وذكرت التقارير أن هدف العلماء من مفاعل إيست الجديد هو خلق تفاعلات نووية حرارية لتوفير الطاقة الآمنة والرخيصة التي يمكن استعمالها في مختلف المجالات. وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للشؤون النووية في الصين إلى أن العلماء في الصين يخططون لتشغيل هذا المفاعل والبدء بإنتاج الطاقة بكميات يمكن الاستفادة منها تجارياً مع نهاية العام الجاري. وأوضح أن أهمية هذا المفاعل تكمن في أنه قادر على تحويل الهيدروجين إلى طاقة نظيفة صديقة للبيئة وتوليد تفاعلات نووية تزيد حرارتها عن 105 ملايين درجة مئوية، أي أعلى من درجة سخونة نواة الشمس بست مرات تقريباً. استعرضت شركة روسية خاتماً ذكياً مخصصاً لإنقاذ صاحبه في المواقف الخطرة، حيث صمم هذا الخاتم ليكون وسيلة تمكن الناس من طلب المساعدة في المواقف التي يتعرضون فيها للخطر أو عندما يحتاجون إلى مساعدة طبية، وزوده المصممون بأجهزة إرسال خاصة ليكون متصلاً دوماً بالشبكات الخلوية، وأضافوا له زراً عندما يقوم المستخدم بالضغط عليه يرسل الخاتم إشارة إلى مراكز الشرطة والإسعاف ليحضروا للمساعدة. ويحوي هذا الخاتم بطارية تكفي أجهزته لتعمل أسبوعاً كاملاً، كما يمكن لصاحبه تعقب مكانه في حال فقدانه عبر تطبيق خاص يعمل مع منظومات GPS. يوجد عدد قليل من موظفي مايكروسوفت في قلب مجمع ريدموند، المبنى 87 الذي شهد ولادة كل جهاز تقني بما في ذلك معدات سطح المكتب والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بإكس بوكس، حيث يوجد بالمبنى مختبر النماذج، وهو منطقة سرية حيث تقوم مايكروسوفت ببناء العشرات من النماذج الأولية للأدوات الجديدة للسماح للمصممين بتعديلها، وتوجد أيضا غرفة للرسم بالرش وغرفة النسيج المستخدم في لوحة المفاتيح، ويجري إرسال البيانات من المختبر إلى مصانع الإنتاج في الصين مباشرة لبدء التصنيع. ويحتوي المبنى أيضا على الغرفة الأكثر هدوء على وجه الأرض، حيث تقوم شركة مايكروسوفت باختبار الأصوات التي تقوم بتشغيلها. احتفل موقع البحث الشهير جوجل بالذكرى السنوية 30 لانطلاق شبكة الإنترنت العالمية The World Wide Web
حيث حول شعاره الرسمي جوجل إلى هيئة شاشة كمبيوتر تدور بداخلها الكرة الأرضية، وذلك تعبيرا عن الشبكة العنكبوتية التي تربط العالم كله بعضه بعضا وحولته إلى قرية صغيرة يستطيع الناس فيه جمع ما يريدونه من معلومات وهم في أماكنهم، إضافة إلى التواصل مع بعضهم من أي مكان مهما وسعت المسافات بينهم عبر تطبيقات الإنترنت المختلفة. ابتكر باحثون في مجال الهندسة الطبية روبوتات مجهرية لتوصيل الدواء إلى جميع أنسجة وأعضاء الجسم، معظمها يتحرك في الأوعية الدموية وبعضها يغير شكله وفقا للظروف المحيطة به. وصنع الباحثون روبوتات مجهرية بحجم خلية الجسم لها أرجل يمكنها المشي، ويمكن لهذه الروبوتات نقل حمولة أكبر من وزنها 8000 مرة. وتتحرك الروبوتات بواسطة أشعة الليزر، فعند توجيه الشعاع إلى إحدى الخلايا الشمسية ينتج تيار كهربائي يسبب زيادة عرض طبقة البلاتين مع بقاء التيتانيوم على حالته، ما يؤدي إلى تني الرجل، وعند انقطاع التيار تعود إلى حالتها الأولية. كما يمكن حقن هذه الروبوتات تحت الجلد بواسطة الحقن الطبية، وحاليا تتمكن هذه الروبوتات المجهرية من التحرك فقط تحت الجلد تحت تأثير أشعة الليزر. أهلا مشاهدينا الكرام، تابعنا مجموعة من أهم أخبار التكنولوجيا في العالم خلال هذا الأسبوع. المرأة ما زالت بتسعى للتحديات في جميع المجالات، المرأة والتكنولوجيا والاختراعات والعلوم، أيضا المرأة ليها باع كبير في هذا المجال. المؤتمر الدولي للمرأة في العلوم والتكنولوجيا تم افتتاحه، وهذا المؤتمر يناقش وضع المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتأثيرها فيها في محيط المجتمع العربي والوطن العربي أجمع. المزيد في سياق التقرير التالي. استكمالا لسلسلة مؤتمرات المرأة في العلوم والتكنولوجيا التي أطلقتها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا خلال السنوات الماضية، تشارك المؤسسة في تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمرأة في العلوم والتكنولوجيا. العالم كله يتكلم عن الجندر إيكويتي، المساواة بين الرجل والمرأة. نحن نحاول أن نمكن المرأة من ممارسة دورها العظيم في البحث العلمي وفي نيل المراكز القيادية في مجالات إدارة البحث العلمي وأيضا في مجالات المجتمع. السبب في ذلك أن يعني أثبتت الدراسات أن وجود المرأة إلى جانب الرجل في مثل هذه المجالات يؤدي إلى تنافسية أكبر. ينطلق المؤتمر في هذا العام تحت شعار دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة، ويهدف إلى التأكيد على دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما العلمية والتكنولوجية منها. المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا من حين نشأت لتتميز عن سائر المؤسسات العلمية، فهي تقرن بين البحث العلمي وبين الاستثمار في البحث العلمي، مرورا بالإنكوبيشن يلي احتضان الأبحاث كي تنطلق فتصبح أبحاث تطبيقية. لذلك أنا أعتقد أنه المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المؤتمر الذي يركز على دور المرأة في العلوم وفي الإبداع الإنوفيشن وفي التكنولوجيا، أعتقد لها دور وباع طويل في هذا المجال إن شاء الله. إن يبقى فيه نفس الحقوق ونفس المشاركة ونفس كل حاجة، بحيث ان مثلا بلد زي مصر نسبة المرأة فيها في العلوم كبيرة جدا، فاحنا عايزين نعمل لها زي تنشيط بحيث انها تمسك مثلا المناصب القيادية، انها تبقى رئيس مشروع، ان احنا نشوفها في المناصب العليا في البحث العلمي وبالتالي في الدولة. ونظرا لثراء امكانات ومساهمات المرأة المصرية في نهضة الدولة وما تثبته يوما بعد يوم من قدرات وامكانات هائلة، تم اختيار مصر لتنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر. يأتي هذا المؤتمر وفقا للتوجه العالمي لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب والدول عن طريق تسخير العلوم الحديثة لحل مشكلات المجتمعات، وفي مقدمتها خلق مناخ ملائم للبحث العلمي. أمل صبري لبرنامج تكنونايل.
بنشكر الزميلة أمل صبري على هذا التقرير، وهنحاول ان احنا نستزيد من هذا الموضوع. بس خلونا الناس المهتمة بالجيمز، في لعبة جديدة في فلسطين المحتلة من بيئة الوضع هناك، اسمها حارس المسجد الأقصى. مجموعة من الشباب الفلسطيني قام بابتكار هذه اللعبة، وهذه اللعبة بتعبر عن ما يعانيه الشباب هناك من ومقاومتهم طبعا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والأوضاع التي تحدث هناك. ومعانا عبر الهاتف من هناك محمد صلاح للحديث عن لعبة حارس المسجد الأقصى. محمد تحياتي. أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين والمشاهدين. اهلا بيك محمد. يعني محمد، طبعا فكرة ان انتوا تعملوا جيمز من او لعبة من الاوضاع اللي بتمر بيها فلسطين والفلسطينيين، الهدف الاساسي من اللعبة هل هو تعريف العالم بفكرة ما يحدث للفلسطينيين من جراء الاحتلال، او هناك افكار اخرى؟ لعبة حارس المسجد الأقصى هي لعبة تعليمية ثقافية، فكرتها تجوال افتراضي في المسجد الأقصى المبارك من خلال تصميم 360 مرجع لكل المعالم المفردة. الفكرة هي لعبة بسيطة، هدفها تعليم أكثر ما هو ثقافة تعليمي من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الموجودة في مساحات المسجد الأقصى المبارك. يدخل اللاعب يبلش من مستوى زائر، بكون مستوى بسيط، هو الفكرة الإجابة عن مجموعة أسئلة تقريبا 50 سؤال مع إيجاد صندوق كنز موجودة في المسجد الأقصى المبارك. طبعا بكون في حواجز، اللي حواجز من الاحتلال، ممنوع حواجز كثير، انه ممكن ينظم حضرتك ممكن تنام في النهايه اذا ضليتك تصوب فيهم، وفي كمان اهل الطاقه ممكن انت تزيد سرعتك، تاخذ نقطه اعلى مثلا، حركات جديده. بعد ما تخلص ال 50 سؤال بتنتقل للمرحله الثانيه اللي هي المستوى الاصعب، اللي بكون هو السادن، بعدين المرشد، بعدين الحارس. عندنا اربع مستويات في اللعبه هذه. الفكرة زي ما حكيت انه نعرف الناس على المسجد الأقصى المبارك معالمه، كل سؤال بيكون مربوط في معلم معين مثل مسجد القبلة، قبة الصخرة المشرفة، معظم معالم موجودة اللي تحت الأرض وفوق الأرض بيكون التعريف عن كل معلم في المعالم هاي. طيب احنا شايفين الوقت جزء من هذه اللعبة الآن أمامنا على الشاشة. بداية، الجمهور المستهدف لهذه اللعبة، الأجهزة اللي بتعمل عليها، هل أجهزة الموبايل أم أنتم يعني ممكن تطوروها لتعمل على مثلا أجهزة زي الإكس بوكس، البلاي ستيشن، البي سي العادية؟ هل فكرة التوزيع التجاري ليها موجودة؟ اللعبة حاليا موجودة على أجهزة الأندرويد والآيفون. هي الهدف منها هي الفكرة لتطبيق للجيمينج. هلا احنا مستبعد يكون بي سي موجود اللعبة حتى تتوزع تمام في المدارس. هلا السوق المستهدف هو كان بعد مجموعه تطبيقات عملناها في جمعيه كره اللقلق بالقدس المحتله، كان فكرتها انه احنا كمان نتوجه كمان شوي للاطفال، الاطفال اللي بيتعلقوا في الالعاب والجيمنج هاي. نعم. احنا توجهنا للاطفال بشكل خاص وكمان للشباب اللي هم بعدين بيتعلقوا بالالعاب مثل ببجي والالعاب الثانيه. فاحنا توجهنا بهاي اللعبه اللي هي كانت للشباب خاصه وللاطفال، توجهنا للعالم العربي والاسلامي كمان. نعم. حاليا كمان بنعمل نسخه بالانجليزي ونسخه بالتركي كمان، لتوجه كمان نسخه يعني اكثر من لغه كمان تكون موجوده. نعم. احنا شايفين احنا استخدام اللغه العربيه الان على الشاشه في واجهه اللعبه. صحيح، حاليا هي فقط باللغه العربيه. نعم. المميز انه من اول يومين نزلت فيه تصدرت على اجهزه الاندرويد والايفون بمركز اول لمدة 3 أيام بفئة التعليم، أكثر لعبة مستخدمة الفترة اللي تم نشرها فيها. نعم. طيب محمد، اسمح لي أن أتحدث عن الفريق المنفذ لهذه اللعبة. هل هو كله فريق فلسطيني؟ هل تعاونتم مع شباب مثلا من خارج فلسطين؟ هل أنتم متواجدين داخل القدس أو يعني في منطقة رام الله في القدس، في منطقة فلسطين المحتلة، أم في غزة؟ تعاونتم مع احد من الخارج؟ لا، الجميع اللي اشتغلوا هاي اللعبه هم شباب فلسطيني من القدس. احنا بنشتغل في جمعيه برج اللقلق، اللي هي جمعيه داخل سور البلد القديمه. نعم، اللي هي تعتبر البلد القديمه مساحه. نعم، تعتبر ثاني اكبر مساحه بعد المسجد الاقصى المبارك، اللي هي قريبه جدا من المسجد الاقصى المبارك. احنا في طاقم كامل اشتغل عليه، مهندسين، مصممين، استاذ احد مجلات السياسات التاريخي، مبرمجين مجموعه
محمد عبد الحق محمد صلاح منتصر الخير مجموعه اشتغلوا على النادي اللي هي كمرحلة أولى، كانت أول تجربة وكان يعني نجاح باهر ما توقع عليه حتى بهذا المستوى. هلا احنا بنطور في اللعبة إلى مستوى مرحلة ثانية. نعم، أنا شايف الجرافيكس بتاع يعني أنتوا أنا أمامي الآن المسجد الأقصى وباحة المسجد الأقصى وباحة قبة الصخرة، يعني الجرافيكس مستواه عالي والتقنية. نعم، اشتغلنا مع ثلاث شركات من ناحية الجرافيك خاصة المباني الـ 3D، لأنه قديش في تفاصيل قدرنا إنه شركة أو شخص واحد ما بيقدر يشتغل هذا الشيء، فعقدنا مع ثلاث شركات اللي يعملوا هذا الشغل. طبعا احنا حاليا بنجهز لكل الاوتس يكون التطبيق هذا موجود، بيقدر الواحد يدور في كل الاوتس مش بس المسجد الاقصى المبارك. هي رح تكون المرحله الثانيه. فهلا احنا شغالين عليها ان شاء الله خلال اقل من سنه نكون جاهزين للنسخه الثانيه. نعم، طيب خليني اسالك على فكره الجيمز دايما محتاجه تطور، محتاجه ليفلز جديده، مراحل جديده. يعني هل بس انتوا المرحله في نطاق المسجد الاقصى، هل ستتطور اكتر من ذلك؟ واهم يعني في رايكم اللي يجذب الشباب العربي للعبه؟ هلا المرحله الاولى هي تنتهي بعد اربع مستويات، بانه واحد الحارس هذا ياخذ مفتاح باب المغاربه ويفتحه، وده المغاربه هو الباب الوحيد اللي الاحتلال مسيطر عليه، الاحتلال الاسرائيلي. نعم. احتل هذا الباب 67، فاحنا الفكره انه بس تخلص اللعبه تاخذ المفتاح تفتح الباب على صبغة التحرير للمسجد الاقصى المبارك. هلا هاي المرحلة الأولى. نحن نشتغل مرحلة ثانية مثل ما حكيت، إنه راح يكون لكل الأسس في جوال افتراضي هذا من خلال مجموعة أسئلة، راح تكون فكرة جديدة ممكن نضيف عليها. احنا شغالين على هذا الشيء الخطير اللي راح يكون بداية السنة الجاية إن شاء الله. طيب أهم يعني دايما بتبقى صعوبة اللعبة والمراحل اللي فيها أكثر من أكثر الأشياء اللي بتجذب الشباب، خاصة في فكرة يعني الصعوبة فيها المراحل. هل شايف أن الصعوبة فيها أهم ما يواجه داخل اللعبة، بيواجه الشباب داخل اللعبة عشان برضو يرفع من مستوى اللعبة في المواجهات؟ هلا كل مستوى هو بيكون اصعب من المستوى اللي قبله طبعا اكيد. الفكره انه احنا بدنا الشباب تتعلم ويعرف عن المدينه الاقصى المبارك من خلال الجوال الافتراضي فيه، من خلال اجابه عن اسئله، من خلال بحث عن الصناديق الموجوده في انحاء المدينه الاقصى المبارك. كمرحله اولى هي تقدر انه تخلصها بساعتين، ممكن ثلاث ايام تقعد اللعبه، لكن هي مثل ما حكيت هي مرحله اولى. احنا قاعدين نجهز المرحله الثانيه، راح تكون اصعب، راح تكون في منافسه وراح تكون اونلاين كمان، اللي هي تحدى الفريق اصدقاء مع بعض ممكن يلعبوا كالعاب الببجي والالعاب المنتشره في العالم. المالتي بلايرز او اللعبه اونلاين مفتوحه ام غير مفتوح؟ اونلاين راح يكون. نعم مفتوح الان؟ لا حاليا لا. حاليا لا. هتبداوا امتى فين؟ نعم. احنا شغالين عليها ان شاء الله بدايه السنه الجايه، راح يكون نسخه متطوره اكثر من الموجوده حاليا. طيب دايما احد المشاكل او احد المعوقات اللي بتقابل الاهالي في مواضيع مثل هذه الألعاب فكرة العنف، فكرة خاصة أن طبعا ما يقابل الفلسطينيين داخل يعني حول الأقصى وغيره ممكن يفي جزء من العنف من قوات الاحتلال الإسرائيلي. هل أنتوا حاطين ده في اللعب عشان توصلوا رسالة أم مفيش ده عشان برضو الأهالي ممكن تقلق من هذا؟ هي في شغلتين. اول شيء احنا يعني الفكره انه عشان تحرر القدس تحرر المسجد الاقصى المبارك هي فكره تعليميه، انه انت لازم تثقف حالك وتوعي حالك عشان تحرر المسجد الاقصى المبارك. الفكره الثانيه انه الاصل المسجد الاقصى المبارك هو للمسلمين، فانه ما في مبرر احط عنف او حتى ممكن يكون في مواجهات داخله، بالعكس هو للمسلمين، هو مكان حياه لنا بالنسبه لنا كمسلمين وكفلسطينيه وكعالم عربي كامل وكعالم اسلامي، هو حياه بالنسبه لهذا المسجد، انه احنا بنترفح وبناكل فيه وبنصلي، كل شيء ممكن نعمله كمسلمين نعمل في المسجد المبارك. نعم. محمد صلاح احد مؤسسي لعبه حارس المسجد الاقصى، بتمنى لكم التوفيق طبعا، ونتمنى انتظار مزيد من الاصدارات وايضا مراحل اقوى، والاهم ان رساله تحرير المسجد الاقصى تصل للعالم العربي والاسلامي وايضا العالم اجمع ليعرف ماذا يواجهه الفلسطينيين داخل المسجد الاقصى وداخل فلسطين المحتله من قوات الاحتلال الاسرائيلي. بشكرك على وجودك معي.
طبعا مشاهدينا الكرام، جوجل العالمية واحدة من أهم الشركات الآن على الساحة. الجيميل هو موضوع جوجل للمراسلات، الميل الجيميل طبعا هو اختصار لجوجل ميل. هذا القطاع الهام الذي جذب كثير من الناس حول العالم. هناك تقرير عن زيادة إنتاجيته، دعونا نعرف ما هي زيادة إنتاجية الجيميل في هذا التقرير. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا الفاصل المعلوماتي عن مجموعة من الخطوات بتخليكم تزودوا انتاجية الجيميل وتستفيدوا منه أكثر فأكثر. جينا لحوارنا الرئيسي لهذا اليوم، التكنولوجيا والشباب واستخدام التكنولوجيا في إفادة المجتمع. طبعا قضية المياه وتلوث المياه من أحد أهم القضايا اللي بتواجهها مصر، فكرة ان احنا نوصل مياه نظيفة لكل المواطنين فكرة هامة جدا. تكاليف تنقية المياه تكاليف عالية جدا وبتقابلها جميع الدول. تحلية المياه هو الاتجاه الجديد ولكنه ايضا مكلف. ازاي قرية بسيطة تقدر تتحمل تكلفة هذا الموضوع؟ خلونا نشوف فريق مصري من جامعة المنوفية اسمه إناكتس. هذا الفريق قام باختراع فلتر طبيعي جدا من الفخار لمساعدة أهالي القرية على الحصول على مياه نظيفة. اسمحوا لي أن أنا أرحب في الاستوديو برئيس هذا الفريق محمد جلال من فريق إناكتس المنوفية. أهلا يا محمد، إزاي؟ أهلا محمود. في البداية طبعا احنا بنقول التكنولوجيا لازم تساعد أو تدخل في المجتمع نفسه وتساعد المجتمع. أنتوا كانت فكرتكم إيه في البداية؟ هو الاول انا حابب اوضح بس ان هو مش اختراع، الفكره مطبقه عادي يعني بره مصر، بس احنا كنا عايزين نخلي الفكره نقدر نطوعها بالادوات المصريه او بالادوات اللي موجوده في القريه اللي احنا نازلين نحل مشاكلها دي. اول حاجه ففكره المشروع بدات ازاي، ان احنا اتواصلنا مع معهد الكبد، سالناهم مثلا ايه الاماكن اللي فيها تلوث المياه مأثر على الانشطه اليوميه بتاعتهم، وايه الاماكن اللي فيها عدد اكبر من الناس وبيتاثروا بالموضوع، فدلونا على معظم القرى اللي هقدر انزل فيها للناس. كان من ضمنهم قريه جريس. لما نزلنا للقريه لقينا ان القريه عندها اوريدي صناعه شغاله وهي صناعه الفخار. القريه كانت بتعتمد اعتماد اساسي على الصناعه، يعني 80% من القريه بيعتمدوا على الصناعه كمصدر رزق ليهم، وفي نفس الوقت هم عندهم التلوث بتاع المياه. فاحنا ربطنا الفكرتين ببعض، فكره ان احنا نعمل الفلتر من الفخار بمواد معينه، المواد دي هتشتغل على تنقيه المياه وتبقى صالحه للشرب. تمام، فدي كانت الفكره. طيب يعني هي الفكره ان انتوا طوعتوا اللي موجود في البيئه بالزبط. من صناعه الفخار، ودايما احنا نسمع ان القله دي احسن، القله المصريه دي احسن حاجه الناس تشرب منها، وان هي فعلا الفخار بيمتص الجراثيم وكده. انتوا درستوا الفكره دي بشكل ما وطوعتوها ازاي؟ احنا الاول بيبقى متابع معانا من الجامعه، احنا متسجلين في الجامعه، فبيبقى متابع معانا الدكاتره بتوعنا. تمام. فبنبدا نعمل تيست بسيط مثلا على نموذج، بنبدا نشوف التحاليل بتاعته، نشوف النتيجه. الفلتر عموما اصلا موجود من 2016، زمايلي في 2016 اشتغلوا على الفلتر وفضل
التطور بتاعه وصل لغاية 2017، وده كانت يعني أفضل نتيجة وصلنا ليها. الفكرة كانت إزاي عموما؟ إحنا قدرنا إن إحنا نخلي الفلتر متكون من طبقتين. الطبقة الأولى دي الطبقة اللي بتشتغل على التنقية بتاع المية بتاع الفلتر. ف 2016 كانت الطبقة نسبة النقاء بتاعتها كانت 60%، وكان متكون من قشر رز ومن رماد وفخار عادي. يعني هو انا عايز بس اوصل الموضوع ان هو مثلا مش بيكون من حاجه خارجيه، لا هو شبكه نحاس عادي، الشبكه دي تبقى رخيصه جدا، وبيكون من قشر الرز. وبعد كده جربنا والرماد نعمل الفلتر الجزء الاول منه، والجزء الثاني بيبقى عباره زي بالظبط عن مج بس على شكل اوسع، بحيث ان هو يستقبل كميه اكبر من الميه. فده كان الخطوه الاولى في 2016. الفخار نفسه ده معمول من الطين؟ أوه. هل انتوا جبتوا طين ونقيتوه بشكل ما، ولا انتوا استخدمتوا الطين من الارض العادي؟ كانت الاضافه بقى بعد كده في 2017، ان احنا بدانا لما جينا لقينا نسبه التنقيه كانت 60%، بدانا نشتغل على خطوه تانية كمنتج قدرنا ان احنا نخلطه بالطين بتاع الفخار. هو طين عادي الفخار تمام بتاع الصنعه يعني. فكان المنتج كان البيوتشار. المياه عموما بتترشح من القاعده بتاعه الفلتر، مش من الفلتر ككل، من القاعده بس. فقدرنا ان احنا نخلي في القاعده دي هو البيوتشار والفلتر نفسه يعني جوه الفلتر الشبكه بتاعه النحاس، وبعد كده بيتعمل عادي من رماد الفرن. وقدرنا لما وصلنا للنتيجه دي كان النسبه بتاعه المياه 90%. لما بدانا نقارنها بالنسب اللي قبل كده فالنسبه اتقدمت، فرق كان 90%. البيوتشار ده اللي هو ايه؟ البيوتشار بيشتغل على تنقيه تنقيه المياه تمام، وشبكه النحاس برضو بتشتغل على التنقيه، والبيوتشار برضو بقى ليه جزء في التنقيه وتوسيع المسام، لان انت بتحتاج ان الطبقه تترشح من الطبقه الاولانيه للطبقه الثانيه تمام. فانت في الفتره دي بتبقى اوسع عشان تقدر تنزل الميه بالظبط. ففي الفتره دي بتبدا انت تنزل الميه، بتبقى صالحه للشرب. بعد كده لما يستقبلها الجزء اللي هو الثاني من الفخار، هو جزء طبيعي جدا يعني فخار عادي زي بالظبط المج بس على حجم اوسع، بحيث ان هو يشيل الميه اكتر. طيب اولا انتوا جامعه المنوفيه، كليه ايه؟ انا كليه تجاره انجليزي. طب وايه ده دخل تجاره انجليزي بالاختراع والابتكار ده؟ انت لوحدك في الفريق ولا مجموعه؟ لا طبعا الفريق. احنا موجودين على مستوى الجامعه تمام. دي اول حاجه. حاجه كمان احنا اما بنيجي نشتغل احنا بنعمل اول حاجه بيبقى في اناليسيس بسيطه بنعملها على المجتمع اللي حوالينا، بنشوف ايه المشاكل. بعد ما نشوف المشاكل ممكن مثلا يكون في كاتيجوري صناعي، ممكن يكون في كاتيجوري زراعي، وهكذا الكاتيجوري بتاع الميه في اكتر من مشكله ممكن تقابلها في المجتمع. بعد كده بناخد المشاكل دي نفلترها، نشوف ايه المشاكل اللي ينفع نشتغل عليها واحده واحده. نبدا نعمل سيرش على النت، بعد كده بنتعاون مع الدكاتره اللي معانا في الكليات بحيث ان احنا نوصل لافضل حل ممكن نقدر نساعد بيه الناس، ونكون بعد كده لما احنا انكتس ما تبقاش موجوده في المشروع خلاص الناس دي تستفاد بالمشروع سواء بالجانب الربحي او سواء ان هم بيفيدوا القريه او بيفيدوا المكان اللي شغالين عليه. طيب خليني اسالك، اسمكم ان اكتس يعني ده اختصار لايه او معناه ايه؟ لان طبعا الاسم نفسه بيجذب. احنا تيم من رياده اعمال، فاول جزء من احنا ثلاث اجزاء. اول جزء اللي هو انتربرينورشيب تمام، اللي هو بيدل على الهدف الاسياسي او الحاجه العامه التارجت العام اللي قدامي بالظبط. اكشن رائد الاعمال بيحل، رائد الاعمال مش بيعرض. يعني الرائد الاعمال لازم لما يشوف مشكله يبدا يحلها بالظبط. فهو هنا ده دليل ان احنا بنعمل اكشن. واصل بتعود على التيم، يعني احنا بنشتغل شباب في الكليه، احنا اللي بنقوم بالموضوع ده تمام. طيب خلينا ارجع للفلتر. طبعا انا عجبني فكره ان انت تجاره انجليزي ومعاك تيم من مجموعه، وبداتوا تشتغلوا في فكره رياده الاعمال، وده التوجه عموما بتاع الدولة الآن، فكرة ان احنا نشجع الشباب يعملوا ريادة اعمال. طبعا انت ممكن تشتغلوا في التسويق. الفلتر، فكرة الفلتر زي ما انت قلت مش فكرة جديدة، ممكن تكون طوعتوها بشكل ما طبعا انها تناسب المنوفية. الناس مثلا الوقت عارفة الفلتر العادي اللي هو الاصل امريكاني الخمس مراحل وسبعة مراحل الار او اس او ريفرس اسموسيس سيستم، هو الوقت مثلا بيكلف من 2000 لتلاتة. انتوا ايه الفرق بين ده وبين ده، وليه انتوا اخترعتوا ده او ليه عملتوا ده لقريه زي دي؟ الوضع الاساسي اللي بدا عليه الفلتر بعد ما خلاص هدفه هو تنقيه الميه تمام. كان الخطوه الثانيه ان احنا نقدر نوفره بسعر متاح للناس جميل. لان يعني الواقع بيقول ان هو لو كان معاه الفلوس اللي هو يشتري بيها الار او اس او يشتري بيها الفلتر العادي ما كانش هيحتاج ان انا اجيب له الفلتر ثاني. صحيح. فالفلتر كان بديل بخصوص التكلفه. انا ما كانش الفكره ان احنا نقارن انه افضل او ده هيطلع انتاجيه ازاي، لا الفكره كنت ان انا اوفر عليه ميه بفلوس او بتكلفه عاديه. تكلفه الفلتر بتاعكم قد ايه؟ في حدود 50 جنيه. 50 جنيه بالظبط. وبيتعمل جوه القريه
بيتعمل هي القريه نفسها شغاله على النحاس على الفخار قصدي. فهو انا مش محتاج ان انا اخليه يعتمد على حاجه خارجيه. بالعكس انا كل اللي عملته ان انا قلت له الافكار اللي احنا وصلنا لها مع دكاترتنا في الجامعه 1 2 3 ده المفروض ان انت بتطوعها بالطريقه الفلانيه يبدا هو يشتغل يعمل فلتر انا بعمل ليه تيست لغايه ما نوصل للمرحله النهائيه اللي الفلتر دي هيبقى كده خلاص تم واشتغل. طيب يعني الفلتر دلوقتي شغال انتوا وزعتوه على اهل القريه والناس بدات تشتري وبدات تستخدمه وبتتابعوا معاهم؟ احنا دورنا في انكتس ان احنا نعرف الشخص الفكره ونبدا نتابع معاه لغايه ما يوصل الشخص اللي بيصنع ولا الشخص اللي بيستخدم. لا الشخص اللي بيصنع احنا بنمكن احنا بنعمل امباورمنت دايما. اما هو انت لو عملت امباورمنت مش هتحتاج ان انت تحط ايدك في حاجه تاني. فانا بدا اما اعمله امباورمنت واعرفه يشتغل ازاي هو مش هيحتاجني بعد كده. فانا ببدا انزل ليه اعرفه الدنيا تمشي ازاي احتاج توعيه مثلا احتاج انه يتعلم الطريقه احتاج ان اساعده في ماركتنج اي خطوه انا اقدر اساعده بيها في المشروع هبدا اساعده. بعد كده بيبدا هو بياخد المشروع هو ليه كشغل خاص بيه يبدا ينتج يبدا يبيع. فساعتها الموضوع بيبقى انليميتد ما اقدرش مثلا اقول لحضرتك هو بقى لفرد لاثنين لثلاثه لا هو خلاص الموضوع بقى بالنسبه له شغال وبقى بيشتغل على يعني الفكره ان كنتوا ما عملتوش ده عشان تبيعوه هو الفكره ان انتوا عملتوه لا احنا مش بنبيع اصلا انتوا فكره عملتوها عشان بس برضو الناس تفهم انتوا فكره مجتمعيه وصلتوها للناس بتصنع علمتوه حاجه جديده وبتساعدوه ان هو يكمل شغل في ده بالظبط. لكن انت ما عرفتش او من تواصلكم ما عرفتوش بعتوه قد ايه باع قد ايه بدا يشتغل وصلتوا لتنقيط ميه انت قلت لي 95 او 90 90% 90% انا بالظبط من اسبوع كنت بتواصل معاه فلقيته بيقول لي ان هو انا ما كنتش موجود في التيم في 2016 فكان زمايلي اللي شغالين على المشروع ساعتها فكان بيقول لي ان انا كنت برن على زميلك فلاني وقدر ان هو يكلمه وكان ساعتها محتاج منه التحاليل فهو محتاج التحليل ده عشان هو بدا ان هو عايز يوسع شويه الشغل بتاعه يبيع بره القريه فجوه القريه الناس عارفاه بره القريه الناس هتبقى محتاجه ضمان بالظبط فهو لو كان المشروع مش ناجح او مش شغال معاه ما كانش طلب مني تحليل ما كانش طلب مني الحاجه بتاعه الكليه اللي يقدر ان هو يثبت بيها ان هو بيعمل حاجه فاحنا احنا ممكن بنبقى مش موجودين مثلا بعد المشروع ما يخلص بس احنا بنفضل في استمرار يعني بالكونتاكت على طول دايما في وقت ما هو ما بيحتاج مننا اي حاجه بيتواصل معانا بكل سهوله تمام فالموضوع مالوش علاقه بالوقت. خلينا اسالك على الفلتر نفسه يعني دايما مشكله الفلاتر العاديه ان انت بعد فتره بتحتاج يا اما تنظفها يا اما تغيرها يا اما تشوف لها بديل يعني انتوا الفلتر ده هل مثلا مدته قد ايه تقدر تستخدمه قد ايه هيحتاج تنظيف عادي ولا ترميه وتجيب واحد تاني يعني برضو الناس تبقى فاهمه الدنيا فيها ايه. الفلتر الطبقه اللي تحت تمام الطبقه خلاص الطبقه دي بتستقبل الميه فانت حر وقت ما بتعوز تغيرها انت هتغيرها الفكره كلها هي في الطبقه اللي فوق اللي هي بترشح الميه وبتستقبل الميكروبات وبتمنعها من ان هي تنزل للطبقه تمام. الاخيره ودي اللي بترصف فيها بقى بتعمل من جوه اكيد ترصفات بالظبط اللي هو القاعده بتاعتها القاعة. مع التحاليل ومع شغل الدكاتره اكدوا لنا ان الطبقه اللي فوق دي ممكن تستمر لغايه مده سنه بدون ما هي ما تاثر على جوده الميه اللي هتنزل منها تمام فانت بعد سنه تقدر تغير الطبقه اللي فوق ولو افتراضا حتى انا هغيرها كل شهر مثلا يعني هي تكلفتها 15 ل 20 جنيه الطبقه اللي فوق بس من الفخار هو تقريبا حجمه قد ايه الحجم بتاعه نسبي حسب ما انت معايز يعني يعني احنا زمان عارفين الزير اللي دايما كان بيتحط نفس الفكره كده هوت مثلا هو بالظبط وعائين فانت نسبي انت محتاج حجمه قد ايه محتاج بتبدا تظبطها حسب بقى ما انت عايز بالزبط. حسب عدد الاشخاص في البيت عدد الكلام ده كله دي تقدر تظبطها بقى مع الشخص اللي هو هيشتغل على الفلتر نفسه. طيب فكره بما انكم انتوا نقلتوا الفكره وعملتوها وعملتوا فكره ان احنا هو ممكن الشخص اللي انتوا ساعدتوه دوت يقدر يحولها لسكيل صناعي او على مستوى صناعي دايما بتقابل المشكله زي ما انت قلت لي في كده فكره التسويق هم اهل القريه عرفوه خلاص لان انتوا دخلتوا في اهل القريه وروجتوا للفكره دايما بتقابل الناس دي التسويق هل انتوا بتساعدوا في التسويق برضه ايوه احنا عندنا التيم في انكتس اصلا متقسم لخمس فرق من ضمنهم تيم الميديا التيم ده بيبقى جاهز هو بيبدا يسوق لينا احنا كانكتس منوفيه وبرضه بيسوق للمشاريع بتاعتنا فاحنا دايما بنبدا معاهم الخطوه الف ليه يعني احنا كان عندنا مشروع اسمه السجاد الحريري المشروع ده كان في قريه عندنا في المنوفيه اسمها ساقيه ابو شعره المشروع ده الناس بدات فيه في انك تسمي الالف للياء بدايه من التوعيه لان الصناعه كانت بدات تندثر يعني خطوه بخطوه بدايه من التوعيه صناعه الفخار لا ده بتكلم على مشروع تاني اللي هو السجاد الحريري فاحنا بدانا في المشروع ده مثلا من الالف للياء بدايه من التوعيه ان انت المفروض لا السجاد ليه فوائد وليه كذا وكذا وكذا وسعره وانت قريه مشهوره على مستوى العالم مش مستوى المنوفيه بس فانت تشتغل على الموضوع لغايه ما بدانا ان احنا نبدا نعلمهم ازاي يشتغلوا ميديا وازاي يسوقوا لنفسهم فايوه احنا بنشتغل معاهم من اول خطوه لاخر خطوه حسب متطلباته دي مهمه انكتس ايجيبت. طب خلينا معايا على الهاتف دلوقتي دكتوره فاطمه سري رئيس انكتس ايجيبت. دكتوره فاطمه تحياتي.
اهلا وسهلا، ازي أهلاً حضرتك يا فندم. اولا انا بحييكم طبعا على فكره ان يكون في تيم من كليات مختلفه باشكال مختلفه يبقى فيها رياده اعمال، واحنا بندرب شبابنا اللي لسه في الجامعه لان هم يكونوا رجال اعمال او شباب اعمال مستقبليا. بالظبط يا فندم، هي دي فكره إنكتس بالظبط. نعم. هو ده. طيب الفكرة في البداية هو يعني محمود قال لي دلوقتي على فكرة الفلتر وقال لي ان هم اشتغلوا برضو على موضوع السجاد، فكرة خدمة المجتمع نفسها. ايوه، بالنسبة لإنكتس هي الحقيقة الطلبة بيعملوا المشاريع دي، احنا عندنا اكتر من 150 مشروع كل سنة بيتقدم من 52 جامعة على مستوى الجمهورية، والحقيقة كل الأفكار بتبقى فيها بتحاول توجد حلول وتنمية مستدامة لأفراد لا. المجتمع. وهو الغرض على فكرة من المشاريع إن طبعا في منهم كتير بيبتدي مشروعهم، إحنا السنة دي حوالي 39 مشروع ابتدى ستارت أب وابتدوا بقوا رجال أعمال، كونوا ابتدوا مشاريع من الخارجين في 2018، وكل سنة إحنا بنحصر عدد اللي بيبتدوا مشاريعهم الصغيرة. والحقيقة كمان اللي ما بيبتديش مشروع يعني صغير بيبتدي يفكر ان هو احنا بنأهله لسوق العمل، لان هو بيكتسب كل المهارات المطلوبة. نعم. من خلال المشاركة، العمل في فريق، مهارات التواصل، مهارات العرض. جميل. كل المهارات المطلوبة في سوق العمل. وفعلا الطلبة في إنكتس فعلا يعني فعلا بيتم اختطافهم في سوق العمل بطريقة كويسة جدا، لان هم معروفين ان هم مختلفين عن الخارجين الاخرين. يعني انتوا بتأهلوا الطلبة لحاجة من اتنين، يا اما ان هو يطلع رجل اعمال صغير وعنده فكرة يقدر يستثمر فيها ويكبرها، يا اما يطلع يكون عامل في منظومة موظف او يعني باي شكل من الاشكال لكنه عنده القدرة ان هو يكون رائد في هذه المنظومة. بالظبط كده، بيبقى تمام. عنده كل المهارات، والشركات ما بتبقاش محتاجه انها تدربهم لان هم فعلا بيبقوا متميزين. تمام. كل الخريجين اللي بيتخرجوا من البرنامج عندنا، احنا كل سنه معانا حوالي 7000 طالب. كل الطلبه فعلا طالب. ما هو على مستوى الجمهوريه هو لو كل فريق حضرتك بيكون فيه مثلا من 150 ل 200 فده بيعمل عدد كبير يعني. طبعا. فالطلبه الحقيقه هم بيكونوا بيعتبروا ان هم عندهم شركه داخل الجامعه. وبيبتدوا يقسموا نفسهم، تسويق جزء بيعمل بيشتغل على العرض، جزء بيبتدي يفكر في ازاي يبتكر المشروع، ازاي يطور المشروع وهكذا. طيب انت بتقولي حضرتك ان عندكم 190 مشروع، اهم المشاريع اللي دي من اختراعات الشباب، واهم المشاريع اللي اتعرضت مثلا او اللي بقت في السوق فعلا؟ هو الحقيقه هي في مشاريع كتيره جدا. احنا السنه دي مثلا في المشروع بتاع جامعه 6 اكتوبر، ده مشروع فعلا حقق نجاح هايل، وقدروا ان هم يكسبوا المركز الثاني على العالم لما طلعوا المسابقه العالميه بعد ما كسبوا هنا في القاهره. الحقيقه هو ده كان مشروع الياسمين، قدروا ان هم يحيوا قريه شبرا بلوله. تمام. هي تعتبر الاولى في العالم في انتاج الياسمين. وتفضيل الياسمين، ورود الياسمين، الورود نفسها بتتصدر لبره فعلا. لا، هم الحقيقه ابتدوا عملوا مصنع للزيوت، لتقطير الزيوت، قبل بدل ما يصدروها ورود يعني. عجينه. بدل ما يصدروها عجينه ياسمين بقوا بيحولوها لتقطير هنا، وعملوا لهم مصنع صغير للتقطير. يعني احنا ما بقيناش بس بنصدر العجينه او بنصدر الورود نفسها وهم يستخلصوا منها الزيت، لا هم عملوا المشروع كله هنا. لا، وهو الحقيقه مش كده بس، هم الولاد ما شاء الله كمان اكتشفوا في طريقه كويسه جدا من خلال الديدان اللي هي التايجر وورمز، قدروا ان هم يعني يخلصوا التربه من الكيماويات اللي هي بتصيب التربه من الاسمده الكيماويه، فابتدوا ان هم بيعملوا سماد كيماوي. نعم. من الديدان ده بيقدر ان هو يخلص التربه نهائيا من اضرار المواد السامه واللي فيها. نعم. من المبيدات الكيماويه اللي بتتحط، المبيدات الكيماويه اللي هي المواد السامه اللي احنا يعني للاسف بتتحول في الاكل للاسف. وعلى فكره. نعم. كل الدول ابتدت تعمل كده، المفروض. نعم. ان احنا كمان برضو يعني ابتدينا يعني لازم نبتدي ان احنا نراعي الموضوع ده، ويا ريت تنتشر لان الحاجات دي على فكره كويس جدا. طبعا انا بشكرك دكتوره فاطمه سري، رئيس إنكتس ايجيبت، وطبعا بتمنى لكم التوفيق. ده نموذج يحتذى به، ونموذج يعني انا سعيد بيه شخصيا ان يبقى عندنا شباب من رواد الاعمال وان هم قادرين على كده. ارجع لك محمود، بما انكم في المنوفيه وطبقتوا هذا الجزء،
الناس بتسال الوقت. طبعا احنا شفنا صوره للفلتر كده على 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 الشاشه، لو حد يشتريه وبداوا يستخدموه ازاي يستخدموه سريعا؟ هو المفروض ان الفلتر بياخد مده معينه، اخر حاجه احنا قدرنا نوصل لها كانت مده 3 ساعات بيبدا يرشح المحتوى بتاعه. تمام. المفروض ان احنا كل اللي بنعمله بنبقى كونتاكت مش اكتر، بنبدا نوصله بالشخص المصنع ويبدا يتواصل مع المصنع، بيبدا بقى يساله على كل التفاصيل، لان مثلا ممكن يكون عايز فلتر حجمه اكبر، عايز فلتر غير العينه اللي احنا كنا بنعمل عليها التست. بالظبط. فنبدا احنا وصلنا البيع للمشتري على طول بطريقه دايركت، بحيث زي ما قلت لحضرتك لما انكتس تبقى مش موجوده في المشروع ماشي يعني. فاحنا بنبدا نشر الناس ونشتغل على ده، وزي ما دكتور فاطمه قالت مشاريع كتير جدا بتتحول لستارت اب يعني. من ضمنها اكيد طبعا ستارت اب. طيب سريعا كده، هل انتوا ناويين تنقلوا المحافظات الثانيه او تنقلوا الفكره المحافظات الثانيه، بما انكم طبعا انتوا المنوفيه وفي انكتس على مستوى ايجيبت، فبتساعدوا بعض في المشاريع دي، بتنقلوا من هنا لهنا من كل محافظه للثانيه؟ هي مش فكره مساعده، هو طبعا احنا كلنا اصلا يعني احنا عيله عموما، واحنا احنا فريق واحد كلنا تابعين المظله بتاعتنا هي انكتس ايجيبت، احنا كلنا تحت انكتس ايجيبت. فهو اللي بيبدا ينقل او اللي بيبدا يشتغل هو الشخص نفسه، انا مكنته وعرفته ازاي هيبيع وعرفته السوق بتاعه وعرفته يشتغل عليه ازاي. هو لو احتاج مساعدتي في الموضوع انا هبدا اساعده، لكن هو اللي هيعمل ده لنفسه. نعم. محمود جلال رئيس فريق انكتس المنوفيه، انا بشكرك على وجودك معايا والتوفيق دايما، وبشكر طبعا دكتوره فاطمه سري رئيسه انكتس ايجيبت على وجودكم معايا، بشكرك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، حوارنا الرئيسي انتهى، وقبل ما غادركم وننهي هذه الحلقة عندي تقرير ربما يكون مثير جدا للمهتمين بالبحار. طبعا أسرار البحار ما زالت خفية على كثير من الناس بسبب طبعا الأعماق وغيره. تقارير قالت أنه من المقرر أن يقدم باحثون أوائل الأسبوع القادم أول عملية بث مباشر من أعماق المحيط الهندي. المحيط الهندي طبعا يعتبر الأقل اكتشافا في العالم بسبب عمقه الكبير، وليس هناك أي تصور عن الكائنات طبعا اللي ممكن نكتشفها في هذه الأعماق. وخلونا نطلع مع التقرير ده. بشكركم على هذه الحلقة وإلى اللقاء. أول بث مباشر من أعماق المحيط الهندي من المقرر أن يقدمه مستكشفون أوائل الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن تغطس غواصة بعمق 300 متر قبالة سيشل في المحيط الهندي، وأن ترسل صورا إلى جهاز إرسال أقمار صناعية على سطح سفينة الأم، وسوف تبث هذه اللقطات حول العالم، حيث تسلط بعثة نيكتون التي تقودها بريطانيا الضوء على حالة المحيطات مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ. المحيط الهندي هو الأقل استكشافا في العالم، وليس هناك أي بيانات تقريبا من أعماق سيشل، لكن هذا الوضع على وشك التغيير، ويتمثل التحدي في بث فيديو مباشر من الأعماق بدون تقيد لحرية حركة الغواصة، وتتحول الصور إلى ضوء يتم نقله إلى مفكك شفرات معلق فوق الغواصة، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى سفينة الأم عبر كابل الألياف الضوئية. الجزء البارع حقا هو أننا نقوم الآن بإرسال اثنين من طيارات البيانات ذات النطاق الترددي العالي من كلتا الغواصتين بالتزامن، وهذا لم يحدث من قبل. الحفاظ على غواصتين وجهاز فك الشفرات في الوضع الأمثل هو مهمة حساسة، فبمجرد وصول اللقطات الحية إلى السفينة الأم سيتم إدخالها إلى غرفة التحكم بالفيديو، حيث سيتم اختيار أفضل الصور وإرسالها إلى جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن يتم بث الفيديو المباشر الأول في غضون الأيام القليلة القادمة، وهو أمر يتوقف على أحوال الطقس والتشغيل، فمهمة نيكتون النزول الأول في المحيط الهندي ستعمل لاكتشاف آخر أبرز المناطق التي لم يتم استكشافها على كوكب الأرض، وسيمضي الباحثون لسبعة أسابيع في استكشاف الحياة في الأعماق وإعداد خريطة لقاع المحيط وإسقاط أجهزة استشعار إلى أعماق تصل إلى نحو 2000 متر في البحار المحيطة بالسيشل، حيث يقع أكبر تنوع بيولوجي في منطقة باثيال التي يتراوح العمق فيها بين 200 إلى 3000 متر.